ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة الشيف نوريانو. إن شاء الله اليوم غادي نوجدو لكم معجنات أو ليبا أو باستا بالفطر شومبينيو ولا فونكي صوص كما معروفة بالطريقة الإيطالية إن شاء الله الرحمن الرحيم، والطريقة الصحيحة غادي تشوفها من عندي إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوش الإشتراك بالقناة الشيف نوريانو وتفعيل الجرس باش يوصلكم ما هو جديد إن شاء الله اللي غادي ننزل في القناة ديالي إن شاء الله الرحمن الرحيم. خليو معكم معنا باش تشوفوا الوصفة. إذا نبداو على بركة الله بتحضير الوصفة ديال اليوم. غادي نحتاجو 3 معالق ديال زيت الزيتون، غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال اليزير أو إكليل الجبل، غادي نحتاجو هنايا معلقة كبيرة ديال ثومة مفرومة، وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال البصلة، غادي نحتاجو هنايا لي شومبينيو أو الفطر أو مشروم مقطع 250 غرام، غادي نحتاجو ورق غار ورقة سيدنا موسى، غادي نحتاجو الزبدة معلقة كبيرة، غادي نحتاجو هنايا تقريبا 1 معلقة كبيرة ديال البارميزان، وغادي نحتاجو كذلك كاس ديال الحليب، وغادي نحتاجو 3 كيسان ديال القشطة الطرية لاكري، وغادي نحتاجو بالطبع الملحة والبزار، وبالطبع غادي نحتاجو نوع ديال معجنات او نوع ديال باستا او لي بات على حسب الاختيار ديالكم. يلا نبداو على بركة الله بالتحضير. غادي ناخذ دابا المقلة، غادي نديرو على نار مهيلة بحال هكا، غادي نضيفو 3 معالق تقريبا ديال زيت الزيتون، غادي نضيفو هنايا عندنا البصلة، ونضيفو الثومة، واليزر، نحمص الكل هنايا. من بعد ما خلينا الثومة واليزير والبصلة يتحمروا شي شوية، غادي نزيدو هنايا الفطر أو الشومبينيو ديالنا ونحركو. أنا استعملت الفطر طري، فهاد الوصفة ضروري تحتاجو ديرو الفطر الطري ماشي المعلب. لي بغا يزيد المعلب على مثلا الطري ماشي مشكل يزيدو، غادي نضيفو هنايا كاس ديال الحليب، نحبس كلشي، غادي نضيفو هنايا ورق غار أو ورق سيدنا موسى، من بعد غادي نضيفو هنايا 3 الكيسان ديال القشطة الطارية، يعني نفس الكيسان نفس الكاس اللي عبرت به الحليب، ديما غادي نضربو في 3،
غادي نحرك بشويه. غادي نضيف الابزار او الفلفل الاسود او الابيض اللي عندكم متاح. انا درت الفلفل الابيض، اللي ما عندوش الابيض يدير الفلفل الاسود او البزار. غادي نضيف كذلك الملحه، الملحه ضروري خصني نضيفها بيدي باش نعرف شنو كنحط. الملحه الا ما حطيتهاش بيدي نبقى نحطها من القرعه، نقدر ندير شي مالح. هنا كنحط بيدي باش كنعرف شحال حطيت. غادي نحرك الكل، ضروري تكون العافية مهيلة، تكون العافية هادئة بشوية، النار تكون هادئة باش ما تحرقش لي لاكريم. من بعد ما جمعات لينا لاصوص ديالنا هنايا كما كتشوفوا معايا، هاي الجمعات هنا هاكا، غادي نضيف عليها معلقة كبيرة ديال الزبدة. وغادي نزيد عليها البارميزان، غادي نحكو بحال هكا. من الأحسن ملي نكون كنقدم إذا كان صايب لاصوص ديالي نحط البارميزان عليها باش يعطيني الطعم ديالو كيكون مشهد، وما نشريش البارميزان اللي كيكون محكوك من قبل. كتشوفو معايا هاهي بلاصة كتجمع، ميضربش عليها البارميزان عتولي تجمع. نحرك كل شيء هكا بمعلقة ديال الخشب باش ما نحكش كذلك المقلاة. انتم كتشوفو معايا في هاد الأثناء غادي نضيف المعجنات ديالي اللي سلقتهم من قبل، سلقتهم ودرت عليهم الزيت باش ما تلصقش. غادي نحرك الكل هكذا باش البار تشرب لاصوص ديالها. واجدة دابا غادي نمشيو باش نقدموها في الصحن ديالها. نقدموها في هذا الصحن ديالها هنايا، نزيدو هنا من الفوق جبن بارميزان، نضيفو غير شي شوية هكا على هكا علينا، ونزينوها باش ما بغينا. عندنا الحبق نزيدوها فارغ، عندنا معدنوس كزبر أي حاجة نزينوها. كيما كتشوفو معايا هاي الوصفة جاهزة. كنتمنى إن شاء الله تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها وما غاديش تندمو عليها. يلا تبارك الله عليكم، وان شاء الله موعدونا في وصفة جديدة بحول الله. تبارك الله عليكم.